إيدنا بعد فوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي والتتويج بكأس العرب. لقد تفاعل المعلقين العرب مع فوز المنتخب الجزائري، وهنبدأ بالمعلق التونسي رؤوف خليف الذي أدلى بتصريحات للقناة التاسعة التونسية وقال: أصبح المنتخب الجزائري كابوس حقيقي للمنتخب المغربي وأيضا للمنتخب التونسي، وخاصة في كأس العرب، فالمنتخب الجزائري أقصى المنتخب التونسي المنتخب المغربي في مونديال قطر وأيضا في بطولة الشباب، وهو الذي حصل على هذه. فلا بد أن نعترف كتونسيين أن المنتخب الجزائري أقوى بكثير من المنتخب التونسي، ومن يضلل أن المنتخب التونسي هو أقوى من المنتخب الجزائري وأنه تأهل إلى كأس العالم فهو لا يفهم شيئا في كرة القدم، لأن القادم سيكون أسوأ بكثير للمنتخب التونسي عندما يواجه منتخبات فرنسا والدنمارك في كأس العالم، وأخشى على المنتخب التونسي أن يصبح حصالة كأس العالم. بينما تفاعل المعلق المغربي جواد بادا وأدلى بتصريحات للإذاعة المغربية وقال: المنتخب المغربي خسر هذه المباراة في أجواء ليست ممهدة لكرة القدم بل أجواء حرب، فالمسؤولين الجزائريين كانوا يعدون الخطة من أجل هزيمة المنتخب المغربي وشحنوا الجماهير وحشدوها من أجل التأثير النفسي على المنتخب المغربي للشباب، ولكن الأهم علينا كمغربيين أن المنتخب المغربي في كأس العالم، وأن منتخب جمال بالماضي سيجلسون في منازلهم وعلى الكافيهات من أجل مشاهدة المنتخب المغربي في كأس العالم. بينما تفاعل المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي وأدلى بتصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية وقال: جميع الإمارات كانت تشجع المنتخب المغربي في هذه المباراة لأن المغرب والإمارات بلد واحدة وهي ضمن محور الدول المطبعة مع إسرائيل، ولكن المنتخب الجزائري أصبح عقدة حقيقية للمنتخب المغربي وخاصة في بطولات العرب، وأخشى على المنتخب المغربي للمحليين أن يواجه المنتخب الجزائري في الأدوار الإقصائية لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين، لأن بكل تأكيد الجزائر سوف تحشد الجماهير من أجل التأثير على معنويات المنتخب المغربي. فلذلك أدعو المغربي فوزي لجع رئيس الجامعة المغربية للانسحاب فورا من هذه البطولة لكي لا تنتصر الجزائر مرة أخرى على المغرب، لأن